عندكم فوبيا من حاجه معينه؟ فوق بقى اماكن عاليه. ايه ده بجد؟ احنا شوف لنا طياره نرمي الواد ده من عليها. اقسم بالله موافق. ازيكم؟ احنا اول باند نعمل المزيكا بتاعتنا عشان تتحط اكسكلوسيف على يوتيوب. ننزل اغنيه جديده يوم واحد من كل شهر وفيديو منفصل يوم 15 من كل شهر. الفيديو ده يا اما بيبقى كفر يا اما بيبقى تشالنج يا اما بيبقى كيو اند اي. والنهارده قررنا نعمل اسك بوي باند 3. وطلبنا منكم تبعتوا كل اسئلتكم على الفيسبوك وهنحاول نرد على اكبر عدد منكم. بوسي محمد قول بنادي على طابور. بوسي محمد اتفضل يا فندم. بوسي محمد بتسال بوي باند ستور هيفتح امتى؟ طيب هو بوي باند ستور هيفتح الشهر اللي جاي وهيبقى عليه حاجات من اللي احنا بنستخدمها في الفيديو بتاعتنا عامه، مش مجرد مجرات للتيشيرت على صور بس. يعني ممكن يبقى عليها الجيتار بتاعي والستكس بتاعت محمد جمال بدون اللي لبسناها في الفيديو. رنا احمد بتسال الفيديو يعني الفيديوهات هتنزل على يوتيوب ولا على كلاب بس؟ حاجه مهمه جدا، كلاب معمول للتوب فانز بس. الفيديو بتاع يوم 15 والاغنيه اللي بتنزل يوم واحد دول هينزلوا ملهمش اي دعوه بالكلاب، فاحنا الاغاني والفيديوز اللي بتنزل اللي الناس متعوده عليها واللي انتم متعودين عليها هتلاقوها بتنزل في ميعادها عادي جدا. رؤى بتسال ايه اكتر اغنيه بتحبوها في اغانيكم واكتر تشالنج بتحبوه؟ انا بحب الصحاب قوي. انا بحب اعيشها بدماغك وبحب اغنيه جديده بنعملها دلوقتي. انا بحب الاغنيه الجديده دي جدا. التشالنج اللي هو الفرصه. ايه فرصه؟ وانت؟ انا في اثنين بحب بتاع البيت جدا وبحب اللي هو اول واحد عملناه. سامع علاء بتسال مش ناويين تيجوا اسكندريه بقى؟ احنا قلنا كذا مره ان احنا هنعمل حفله في اسكندريه وكل شويه بنقول للناس اللي شغالين معانا على اللايف وعلى الحفلات ان احنا عايزين نعمل حفله في اسكندريه. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل حفله في اسكندريه تبقى كبيره جدا 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 زي يمكن حفله الساحل. اول ما يقولوا لنا امتى ميعاد الحفله هنقول لكم على طول وان شاء الله هتبقى حفله جامده جدا. جينا راضي بتسال هتنزلوا اغنيه جديده امتى؟ وفي ناس كتير بتسال ان الاغاني ليه ما بتنزلش في ميعادها؟ احنا كان عندنا امتحانات الفتره اللي فاتت فما كناش عارفين نعمل اغاني جديده. فدلوقتي احنا لسه مخلصين امتحانات سافرنا عشان نصور ونصور اغاني والفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله هنعمل اغاني وتنزل في مواعيدها. حبيبه فؤاد بتسال محمد فؤاد ار يو ان ريليشن شيب؟ مارو محمد بتقول بتسال مش هتنزلوا نكته بايخه فيديو كامل؟ احنا خلصنا اغنيه نكته بايخه كلام ولحن ومزيكا وعشان كده غنيناها في الحفله. بس كان عندنا افكار مختلفه للفيديو بندور لسه على احلى فكره عشان نصورها واول ما نصورها ننزلها على طول. عندكم فوبيا من حاجه معينه؟ عندك فوبيا من ايه؟ فوق بقى اماكن عاليه. ايه ده بجد؟ احلف. واضح ان احنا هنعمل حاجه في اماكن عاليه لمين اللي جايين. يعني لو انت على طياره وهتنط مثلا يعني اكيد هيبقى فيه فوبيا. ممكن اعملها عشان ابطل البتاعه دي. ممكن تخلص من الفوبيا بتاعتك؟ والله اعملها بجد. والله شوف لنا طياره نرمي الواد ده من عليها. اقسم بالله موافق. ايه اكتر اكله مش بتحبها؟ كبده. ما بحبهاش خالص. انا لا انا ما بحبش الكوسه المطبوخه. انا ما بحبش المحشي. محشي؟ بجد؟ ايه ده؟ ما بحبش المحشي؟ ايش اكتر شيء بتحبوه بدنيا سمير غانم؟ دي همسه ياسين. انا بحب دنيا كل حاجه. ليه بقى؟ طيبه، موهوبه، جميله، دمها خفيف، مجتهده. زي ما انتم شايفين الدنيا ضلمت علينا ودي كل الاسئله اللي احنا لحقنا نرد عليها النهارده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واعملوا فولو على فيسبوك تويتر وانستغرام.